كاين حل واحد اخر باش تمشيو لفرنسا بلا ما تعملوا كاع داك التراجي اللي مركب بزاف ومعقد، انكم تقبطوا طيران بعد ترام بعد تران ومن بعد بيس ولا كوفاتوراج سي با كوا، يعني شي شويه معقد ومركب، وكاين دي ديلي ما بين كل ترونسبور. يعني تمشي توصل للمطار بقات تستنى باش تاخد ترام، قبضتي الترام وصلتي اس ان سي اف بقات تستنى باش تاخد تران، قبضتي التران وصلتي للمدينه ديالك بقات تستنى باش تاخد الطاكسي الى اخره. يعني غادي يديكم واحد الوقت كبير، واحد الجهد كبير، وحتى نفسيا كيتعب الواحد. اذا كاين هذا الحل هذا ديال الكوفاتوراج قبطوه من المغرب، وسبق لي جربته وسا مارش تري تري بيان، وغالبا بالنسبه للولاد. بالنسبه للبنات يقدر يكون شويه قاصح، على حساب كنعملوا نهار ونص حتى ليومين، كنقطعوا اسبانيا كامله بالطوموبيل اللي شويه كيعيل الواحد. اون بليس بنت اذا كانت بوحديتها شيبا، يعني شوف هي واش تكون مرتاحه ولا لا. بون قلنا هذا يقدر يكون حل بالنسبه لبعض الناس. اذا نشوفوا كيفاش نصيبوا كوفاتوراج. اعملوا ماغوك، ما تعملوش المدينه ديالكم، لان غالبا الكوفاتور غادي يبغي يدوز موراكم المدينه ديالكم اذا كنتوا في الطريق ديالهم، يعني كازا الرباط هذيك مدن كبارين غالبا. واخا يدعم شويه واحد ام تي دي تور ما كديرونجيه شي، غالبا على حساب كتكوتيزي معاه، يعني بامال، يعني واحد 100 ولا 150 حتى 150 اورو. ديستيناسيون فمثلا نشوفوا المثال اللي كنقلبوا عليه ديما اورليون، ونشوفوا هاد لاداط هادي 31 اوت، هادي هي غالبا لاداط اللي كيطلعوا فيها لي زيتيديون وكيرجعوا من كيرجعوا فيها الجاليه. دونك نعملوا ريشيرشي، ها انتما كاين واحد هذا باين فيه مغربي. دونك غادي ينطلق من المعارف من كازا، يعني حتى الناس ديال الشمال غادي يدوز في الطريق ديالهم، خصوصا طنجة وتطوان والنواحيش فشاون الى اخره، دونك غادي يكونوا في الطريق ديالو، وماشي حتى لباغي حتى لفالونسيان، ولكن اورليون طبعا كاينه في الطريق، على حسب اورليون جات لتحت كيدوز منا باش كيمشي لباغي. دونك جيتو في الطريق ديالو كيطلب 177 اورو، بون شويه غاليه بارابور اللي خلصتو انا. انا كنت خلصت 125 اورو في المشي و 150 اورو في الرجوع. ولكن هذا هو البرانسيب، ديك الساعات اذا ما عجبتكمش تقدروا تبدلوا لادات وتشوفوا دي بروبوزيسيون واحد اخرين. اون بليس كيتزادوا لي بروبوزيسيون، كيرجعوا بزاف ديال لي بروبوزيسيون في شهر 7 8، دونك الناس كيكونوا عارفين اش من وقت غادي يرجعوا كيبداو يعملوا لي كوفاتوراج. دونك نفس الشيء، اذا عجبكم هذا الكوفاتوراج هذا اجيو لهنايا سولوه الى اخره. دونك هنا تقدروا تعملوا لانسكريبسيون بالنمره ديال المغرب، وهذه نقطه مهمه، بالنمرة ديال المغرب، لان بها غادي تعيطوا له. ومن بعد ديك الساعات ان فوا يكون عندكم الكونت ديالكم، دونك هنايا نجي نتكونيكتا بعدا نسيت ما تكونيكتيتش. اذا ها هو عندي الحق نريزيرفي، جي انفوي ان دوموند. هو نورمالمون كيطلب 150 اورو، ولكن كتزيدو 27 اورو ديال السيت، خصكم تخلصوا 177 اورو. دونك هادي كتخلصها يا اما بماستر كارد، يا اما بشي كارت بونكير انترناسيونال، ولا شوف شي واحد من العائله ديالكم في فرنسا يخلصها لكم. سينو كاين بزاف ديال الناس في المغرب عندهم دي كارت بونكير اللي يقدروا يخلصوا بهم السيت فحال هاد السيتات فحال هادو، وهاد المشكل تحل، يعني بلا ما تبقى تمشي. طبعا غادي تاخذ شويه ديال الوقت والجهد كما قلنا، ولكن يعني شي حاجه اللي سير وشي واحد اللي كتفاهم معاه، ماشي فحال الطيارة تقدر تمشي عليك الله يحفظ ولا. اون بليس قلنا داك التراجي اللي معقد ومركب بزاف، اون بليس هادي يعني سير انكم غادي تصيبوها رخيصة، يعني دائما غادي تصيبوها اوتوغ ديال 150 اورو، ما تمشيش شي واحد كيطلب لك 300 اورو، ماشي فحال الطيارة لو بخي فليكتو، ما تعرف واش طيح في الطيارة رخيصة ولا غالية. دونك نتمنى تكون فدتكم ويكون هذا الحل هذا جا، وطبعا عارف متاكد انه غادي يعجب بزاف ديال الناس. دونك اذا كان عندكم شي اسئله كالعاده ما تحشموش، صيفطوا ميل ولا خلوا لي كومونتير تحت ديال الفيديو ان شاء الله ونجاوبكم في اقرب وقت. السلام عليكم، الله ييسر لكم الامور، وفي حلقه ان شاء الله واحده اخرى.